للأسف المدرسة لم تدفع على أي شيء يذكر. علاش؟ لأن كما لاحظت الصحافة ورأي العام أن في الأسبوع الماضي، يعني ذاك الأسبوع اللي كانت فيه اللي خرجت فيه الخبرة، حنا باقين في الجلسة الداخل وبعض الزملاء سربوا الخبرة كوثيقة وعطوها للصحافة تتصورها، وما اكتفاش ما وقفوش عند هذا الحد، بل بداو تعطوا رأيهم في الخبرة، وهذا رأي كله مغالطات ويحمل الإدانة لتوفيق أبو عشرين. وهذه العملية دامت تقريبا أسبوع ديال الصحافة. احنا اضطرينا كدفاع توفيق أبو عشرين بعد ما خرجوا الصحافة وبعد ما سربوا الوثيقة، الدفاع ديال المطالبات بالحق المدني، بعد ما سربوا ديك الوثيقة اضطرينا نعقدوا ندوة صحفية باش يكون واحد النوع من التوازن، ونوضحوا الحقيقة، ونوضحوا رأينا اللي خصو يعرفوا الرأي العام. هنا في الجلسة هادش ما تناقشش الخبرة، الذي نوقش هو أن تصريحات زيان وتصريحات العلاوي، يعني أن العلاوي وزيان يحاكمان داخل القاعة بسبب تصريحاتهم الصحفية، علما أن جميع المحامين دلوا يعني بآراء، والنقاش كله مشى بحال هكا. كما قلت، مع أخذ حظنا الوافر من السب والشتم والتهديد اللي احنا ولفناه، يعني احد الزملاء هو بارع في هذا العنصر ديال التهديد والشتم، احنا ولفنا هذا الامر هذا، والجلسه راه الجايه غتكون مناقشه في الجوهر، غيكون الملف جاهز ان شاء الله الاسبوع الجاي، الاثنين الجاي ان شاء الله تعالى.